شو عيدي ما اسمع. يو شو بكي شو حكينا؟ عم بقول انه امي وابني ناويين يخطبوا خاتون لاخي فهد، وايوب ناوي يخطب كريمه. فيها شيء؟ وانتي من وين عرفتي هالحكي؟ ما بعرف، هيك حسيت من تلميحات خاتون وزمرد كذا مره. ايه والله الظاهر انا صايره اخر من يعلم بهالبيت، بس شو عليه؟ كله على خير. الاهلك نعمات، هي ما حبيتها منك. اي عليم الله، انتي الكل بالكل. بس يعني شو بدي اقول؟ انتوا ملاقيين حلوة، جاي كريم افندي لعنا لهون معزز مكرم على بيت الزعيم بعد كل شي صار. يعني الظاهر مسكين ما كان بقصده هيك يعني. ما اختلفنا من قصده، بس ابني كان لحلة حق عم الزعيم. ما تواخذيني بهالكلمة، يعني لحلة حق اخوك كمان كم بيت طبخاتهم. خاتون خانة؟ كأني شايفتك مفرفشة على جيد كريم أفندي لعنا. لا ماني مفرفشة. لك لا تخافي، ما حدا سمعانك غير أنا. عاجبك؟ لا عادي. لك كان ليش ما قلتي لأبوك وإخواتك أنا أجل عندك على المستشفى؟ لا لا ما بدها مشاكل. أصبح أنا بقول له. مو هيك بهمت؟ بس حك تحكي بهي القصة. سرك البيت. لك شو صار معكم الفاتي؟ كله جاهز تقبرني.